السلام عليكم، صافا كل شيء بخير. هانين، كنتمنى لجميعكم مزيان كما كتشوفوا. اللهم بارك على الخيرات. اجد عزرك تبارك الله، راه شد الجام ولف عليه تبارك الله، راه حراره ما تذكروش ما شاء الله. اللهم بارك. صراحه الزرق شد راسه ولف الجام، خاصه دابا غير الخدمه والركوب والخروج دابا مع الخيول ان شاء الله. الدهان باقي شويه ما شدش ليا الجام، وهادشي عادي حيت انا خدمت مع الزرق تقريبا شي 4 مرات بالجام ولا. اما الدهم راه مازال، ها انتم تبارك الله اللهم بارك. الدهم تا هو غادي نخرجوه ان شاء الله، نلجموه ونقنطرو. الدقنطيره هي هادي، هذا فاش كديري الجام هنا في الكرش ديالو باش يولف الدقنطيره ديال الجام ويشد الجام يبقى يكدد فيه ما شاء الله. اللهم بارك، خيرات تبارك الله. انتم تبارك الله، الدهم التحريف اللهم بارك، والمدة والعنقر تبارك الله. صراحة انا كيعجبني الدهم، واخا الزرق فيه لوفة واحد شوية، ولكن الدهم ما شاء الله جابه زين وعنك تبارك الله، ولون واللون لون الاخوة، اللون الدهم خير باللون. فوق تجبد وليدي تبارك. متنساوناش من الدعاء الاخوان، وقول لنا شناهو اللي عجبكم نتوما اكثر، واش الزرق ولا الدهم. تا هو خرجتو لجمتو، صراحة هو باقي ما شادش الجام، ما كيكددش مزيان، حيت هادي هي تاني مرة لجمتو، وأول مرة غير لجمتو غير شوية وحيدتو لي. داكشي علاش الزرق شاد الجام، حيت خرجتو شي 3 مرات تقريبا بالجام وخرجتو وحدة العود، يعني راه الزرق غادي مزيان. هذا راه باقي معطلين معاه شوية في الخدمة، زين تبارك الله، وغيجيب حتى مادة غيكون عود ممدود ان شاء الله. ها انتم راه باقي الله كيحاول يتكونيكطا مع الجام والعنقرة تبارك الله والعنق، الله يخمر فيهم والله يصلح. للتذكير هذو راه خوت جوجهم من اب واحد، اللي هو الفحل تراث الاطلس اللي من السلالة ديال الفحل الشريف وكال، وهادو راه الزديات ديالهم يمكن في الوالدية على ما اظن عند الاستاذ الجعفري مول الفحل قيصر. اللهم بارك والله يسخر الجميع، تحياتي لجميع الكساب. كما شفتوا معنا هادو هما جدوعة الزرق، راه الدهم كيلهيه. هادو جدوعة بعد ما ضربوا تقريبا واحد الشهر، دابا راه بدينا كندريسيو فيهم كنولفوهم للجام باش يبداو الخدمة ان شاء الله. ما تنساوناش من الدعاء، وتبارك الله على الجميع.